بسم الله الرحمن الرحيم. في السيشن دي ان شاء الله هنتكلم على البي ان جونكشن لاب. المقصود بكلمه بي ان جونكشن لاب المقصود ان احنا هنستخدم فيرتشوال لاب هيتخلينا نتعامل مع البي ان جونكشن مباشره، نقدر نصممها، نقدر نتحكم في الكارير كونسنتريشنز الخاص بالبي او الان، عدد الشوائب اللي احطها هنا تركيزها كام، عدد الشوائب اللي احطها في الان تركيزها كام. وبيزد على الكلام ده اقدر ان اعمل اتاتش للبي ان جونكشن، اقدر احسب بقى كل الحاجات اللي احنا اتعاملنا معاها في محاضره البي ان جونكشن، زي مثلا الكارير ديستريبيوشن، توزيع التشارجز مع اكس، زي قيمه الالكتريك فيلد مع اكس، زي قيمه البوتنشال مع اكس، زي البان دايجرام اللي احنا رسمناه وحسينا ان هو بارير فعلا موجود ما بين الان لاير والبي لاير، وقيمه الانرجي بكام. فالكلام ده كله هنتعامل معاه، وكمان مكملين لما نتكلم عن الجونكشن كاباسيتنس برضه هنتكلم على الحاجات دي من خلال البي ان جونكشن لاب اللي هنشوفه بعد شويه بصغير. طيب نقدر نحصل عليه ازاي؟ عن طريق النانو هاب، ان احنا نقدر ندخل في الجوجل ونكتب نانو هاب بلس بي ان جونكشن لاب. طبعا في تو فيرجنز على النانو هاب، في فيرجن اسمه البي ان جونكشن لاب نيو انتراكتيف فرونت اند، والفيرجن ده الحقيقه اللي هو بيطلع البروفايل بتاعه او الانترفيس بتاعه بالشكل ده كده، بيبقى الايتمز بتاعتك على الشمال وبتبدا يظهر لك الاوتبوت بتاعك مباشره بالمنظر ده. والبروفايل التاني هو بيبقى المنظر ده كده، الاستراكشر بيبقى قدامي بالمنظر ده كده، زي ما انت فيه ادا البي وده الان تايب، وده الكونسنتريشن او التوزيع زي ما هنشوفها. في عندك تو انترفيسز او تو لابز موجودين من خلال النانو هاب، ممكن واحد يشتغل اي على اي واحد فيهم، هما الاثنين بيطلعوا نفس النتائج تقريبا، ما فيش اختلاف. لكن انا الحقيقه انا بفضل البي ان جونكشن لاب مش النيو فرونت انتراكتيف لاب، بفضل اللاب ده لانه بصراحه بيبقى فيه زرار سيميوليت وبيبقى البروسيس بتاعه اسرع شويه. طب تعال نشوف نشتغل على البي ان جونكشن لاب ازاي. اول حاجه نفكر فيها هي الاستراكشر. الاستراكشر اللي قدامي ده الاقي ان هو عباره عن بي وان وبينهم منطقه انترنسيك لاير. طبعا الجونكشن اللي انا اشتغلت عليها في المحاضره اللي فاتت كانت عباره عن بي لازقه في الان على طول، مفيش حاجه اسمها انترنسيك لاير. لكن الحقيقه في بعض الديزاينز، في بعض الاستراكشرز اللي بيبقى اسمها بي اي ان او بي انترنسيك ان تايب. واحنا عشان نقدر نقول مفيش عندي انترنسيك لاير، فبص كده الاقي عندي حاجه اسمها ايه، طوال البي لايرز والان لاير كام والانترنسيك لاير كام، وده طبعا زي ما يكون محور اكس. فهو هنا في البي لاير خد طولها 3 مايكرو، بص كده طولها كام؟ 3 مايكرو. واحد عايز يزود او عايز يقلل ممكن يجي هنا يخلي ال 3 مايكرو دول يخليهم 4 مايكرو، يخليهم ايه؟ 2 مايكرو، وهكذا، تمام كده؟ فممكن تغير قيمه اللينس الخاص بالبي لاير. طب اتفقنا ان البي لاير طولها 3 مايكرو، بس انت عايز تروح تحسب المجال عند كل نقطه، عايز تحسب توزيع التشارج عند كل نقطه، عايز تحسب الجهد عند كل نقطه، مش كده؟ وبالتالي هتقسم ال 3 مايكرو دول ل 60 نود، 60 نود يعني 60 نقطه في ال 3 ايه؟ في ال 3 مايكرو. بعد كده بتواجهني منطقه الانترنسيك لاير، اتفقنا احنا ما اشتغلناش على بي اي ان، فهنقول الانترنسيك لاير السيكنس بتاعها بصفر، وبالتالي ما فيش فيها نود. بعد كده في عندي حاجه اسمها الان تايب لينس، بعد كده تيجي منطقه الان تايب، والان تايب زي ما انت شايف كده حاطينها 6 مايكرو، فدي 3 ودي كام؟ ودي 6، تمام كده؟ وبعد كده ممكن تحط الاثنين قد بعض، ممكن تحط الان اكبر شويه اصغر شويه، ده طبعا ده بيزد على الديزاين. فانت جبت ماتيريال طولها 3 مايكرو نوعها بي تايب، ولزقتها على طول في ماتيريال ان تايب طولها 6 مايكرو. وبعد كده في عندك الان تايب نودز، طبعا ان دي حجمها اكبر او اللينس بتاعها اكبر، فقسمها لعدد نقاط اكبر، قال لك انا 120 نود عندي، كويس؟ فخلاص هو باين. بس بعد كده قال لي طيب خلي بالك ان البي تايب ده عباره عن السيمي كوندكتور فيه شوائب، تركيز الشوائب عامل ازاي، هي الاكسبتور اتوم، فده عباره عن 1 في 10 باور قيم 15، مش كده؟ 10 باور ايه 15 لكل سنتيمتر مكعب. ممكن اغيرها، ممكن اعمل كام، ممكن اعملها 2 في 10 2 في 10 باور 15. طب والان دونر اللي هم عدد الشوائب الموجوده في الان تايب برضه 2 في 10 اس 15. لو عملت الحركه دي الاقي ان تركيز الشوائب هنا يساوي تركيز الشوائب هنا. الناس اللي تراجع محاضره البي ان جونكشن كويس هتعرف لما التركيز يساوي التركيز يبقى الثيكنس بتاع الدبليشن لاير او الويث بتاع الدبليشن لاير هيتقسم بالنص ما بين الان وما بين البي، هتبقى الاكس ان تساوي الاكس بي، وده هيبان بتوزيع التشارج اللي هنشوفه بعد شويه.
يبقى احنا كده اخترنا بي لاير، اخترنا ان لاير، اخترنا السكنس هنا 3، اخترنا السكنس هنا 6، اخترنا الكونسنتريشن بتاع الكاريرز هنا زي هنا، اخترنا هنا في 60 نود وهنا 120 نود عشان احسب عندهم الايه البارامترز الخاصه بتاعتي. بعد كده بنقول الماتيريالز، انا حق اختار انواع ماتيريالز مختلفه، اعطيني امكانيه اختار ماده من اربعه، سيليكون وجرمانيوم وجاليوم ارسنايد وانديوم فوسفايد، فانا هختار السيليكون زي ما انت شايف كده. وبعد كده هدخل على الانفايرمنت بتاعتي، اقول ممكن ان حقي اغير درجه الحراره، فالناس بتشتغل عند 300 درجه كلفن او تشتغل عند الروم تمبريتشر، ممكن تخليهم 400، ممكن تخليهم 700 وهكذا، ممكن من حقك تزود درجات الحراره دي. طبعا في الاناليسيس الثاني ممكن ازود درجه الحراره بالمنظر ده، اخليها 500 تمام كده كلفن تمام كده، وممكن اخليها اقل وازود واقلل، فاحنا هنشتغل عند 300 كلفن. فانت ممكن تبقى عشان كده بيسموه انتر اكتيف، انك انت ممكن تقدر تغير القيم بتاعتك بالمنظر ده كده. طبعا احنا هنحط جهد كام؟ احنا هنشتغل على حاله النوبايس، يعني ما حطيتش اي جهد خالص على الجنكشن، وبالتالي مش محتاجه في عندي نودز او اي حاجه من دي. تمام كده. طبعا كلمه النودز قيمه الجهود، فالجهود بتاعتي هتبقى جهود حوالين الديبليشن لاير، فنحط 20 عشان نقدر نرسم نقطه النمبر اوف بوينتس دي ريليتد لقيمه الجهد اللي هقيسه في الديبليشن لاير من الان للبي او من البي للان. طب تعالى بقى نشوف هنقول سيميوليت، يبقى انا كده افترضت ان في عندي بي لازقه في الان وتوزيع الكاريرز اهو والابعاد وماده سيليكون واتفقنا كله، فهيبدا يعمل لي رن ويعمل سيميوليشن بالمنظر اللي قدامه. طبعا بيعمل الحسابات بتاعته على الديزاين اللي انا ايه اللي انا حطيته له، بدا يعمل الايه الكالكوليشنز بتاعته بالمنظر ده كده. خلص الكالكوليشنز، اول حاجه عرضها لي حاجه بيسموها الانرجي باند دايجرام ات ايكوليبريم، ونبص كده على الانرجي باند دايجرام ات ايكوليبريم، نركز على الاتي، دي منطقه الان، هي منطقه الان اهي ادي الطويله، ودي منطقه البي اللي هي القصيره. في الباند دايجرام في عندي المحور الرأسي هو الانرجي بالالكترون فولت، ده بنسميه الاي سي وده بنسميه الاي في، ده بنسميه الاي سي وده بنسميه الاي في، الفرق بين الاي سي والاي في بنسميه الباند جاب انرجي، وده بنسميه اللي هو الانترنسيك فيرمي ليفل مش كده، او الفرق، لا ده الفيرمي انرجي ليفل اللي في النص ده اللي هو قريب للكوندكشن باند هنا وقريب للفيرنس باند هنا. الناس تراجع محاضره البي ان جانكشن كويس. دلوقتي ات ايكوليبريم الكاريرز اللي هنا اللي موجوده في الان تايب مش هتقدر تتحرك للبي لان في فرق في الطاقه، في بارير فولتج. لو حبيت اقيس قيمه البارير فولتج اقول البارير او الانرجي هنا قيمتي كام؟ قيمتي 25 زي ما طلع لك كده في الشاشه 25 من 1000 الكترون فولت. طب وهنا كام؟ هنا القيمه طالعه 0.85 الكترون فولت، معنى كده ان الفرق بين 25 ل 85 تقريبا 6 من 10 الكترون فولت. 6 من 10 الكترون فولت ده قيمه الطاقه. طبعا يبقى معناها قيمه الجهد تقريبا كام؟ تقريبا 6 من 10، وده اللي هنلاقيه في البارير بوتنشال. تمام كده؟ يبقى دلوقتي احنا حسبنا الانرجي باند دايجرام زي ما واضح قدامك بالمنظر ده، ممكن بقى نشوف حاجات تانية. هنختار ايه في الحاجات التانية؟ ممكن نفتح ونختار حاجه بنسميها النت تشارج دنسيتي. ايه النت تشارج دنسيتي ات ايكوليبريم؟ بص كده على النت تشارج دنسيتي ات ايكوليبريم، عندي أدى الشحنات هنا مفيش، الشحنات هنا مفيش، إيه المقصود بكلمة شحنات؟ اللي هي البوزيتيف والنيجاتيف أيونز. البوزيتيف والنيجاتيف أيون متركزة في منطقة الدبريشن لاير أهي، المنطقة اللي كان فيها بيندنج في الباند دايجرام. بص كده على توزيع الشحنات أهو، دي البوزيتيف تشارج ودي النيجاتيف إيه ودي النيجاتيف تشارج. صح كده؟ نفس الشكل. لو تلاحظ هنا عشان التركيز هنا قد التركيز هنا، هتلاحظ إن السكنس ده إكس إن هي نفسها إكس بي. طب واحد يقول طب لو انا جيت قلت بص كده احط تركيز الان ايه التركيز الان ايه هسويه باربعه يعني هكبره، تركيز الكونسنتريشن للكاريرز هنا اعلى بكتير من هنا، المفروض ده ينعكس على توزيع التشارجز اللي هي الموبايل تشارجز، هروح اعمل سيميوليشن تاني كده وابص ايه اللي هيحصل لتوزيع الكاريرز تمام كده، توزيع التشارجز الموبايل تشارجز في مع الاكس، ايه اللي هنلاحظينه؟ متوقعين ان طالما التركيز بتاع الان اي زاد فالاكس في الان اي زاد فالاكس بي هيبقى اقل من الاكس ان. تعالى نتاكد كده تاني، بص على النت تشارجز اهي، تركز معايا بص كده معايا،
ايه اللي حصل لتركيز الكارير في الان ايه؟ زاد جدا. القيمه دي اسمها كيو ان ايه. بس الاكس بي اللي هي السكنس ده، ايه علاقته بالاكس ان اللي هو السكنس ده؟ طبعا اقل منه، لان احنا عارفين ان البوزيتيف ايونز عددها او قيمه الشحنه الموجبه هي نفسها قيمه الشحنه السالبه، بس متوزعه ازاي؟ يا اما متوزعه بتركيز عالي في مساحه صغيره او فوليوم صغير، او متوزعه بتركيز قليل في سكنس كبير او فوليوم كبير. يبقى ده مهم جدا تبقى فاهم توزيع التشارج دينستي. طبعا ممكن تجيب اقصى قيمه وتجيب اقل قيمه، ده اللي هي عباره عن قيمه الايه؟ يو ان ايه، وهي الكيو ان دي، وهنا الكيو ان ايه اللي هو قيمه التركيز مضروب في قيمه التشارج. ممكن تقيس بقى الاكس ان اهي المسافه دي، ممكن تقيس الايه؟ الاكس بي اللي هي المسافه دي. طبعا انت ممكن تحط المساله دي في ثيوريتيكالي وتحط عندك تركيز ال ان ايه وعندك تركيز ال ان دي وعندك نوع الماتيريال سيليكون، يبقى ال ان اي بتاعتي 1.5 تايمز 10 باور 10 لكل سنتيمتر كيوب. تقدر تحسب ثيوريتيكالي الاكس ان والاكس بي والتشارج قد ايه والكلام ده كله، وتقارنه بالنتائج اللي هي اوريدي مرسومه قدامك دي. طيب انا حسبت التشارج، المفروض من التشارج بقدر احسب حاجه اسمها الالكتريك فيلد. فالالكتريك فيلد هو تكامل التشارج، ولو تفتكروا التكامل لو الناس رجعت المحاضره تلاقي التكامل بالمنظر ده كده اهو. الكتريك فيلد كان صفر، بعد كده بدا يزيد بالسالب لغايه ما جاب اقصى قيمه اللي هي طلعت لي كام؟ بص القيمه دي طالعه كام؟ سالب 16291 فولت لكل سنتيمتر. وبعد كده بدات قيمته تزيد بتقل تاني هي لغايه ما توصل لكام؟ للصفر. لانك ببساطه خالص لو هتبص على التشارجز تمام كده، هو تكامل التشارج، انا بجمع التشارج فالتجميع عماله بتزيد لغايه ما اجيب اقصى حاجه، وبعد كده ببدا اجمع شحنه موجبه فبتلاقيش الشحنه السالبه، فالالكتريك فيلد بيزيد ويرجع ايه؟ يقل. وناخد بالنا ان قيمته بتساوي تجميع الشحنه مع السبيس او الانتجريشن، بس بقسم على ابسون. تمام كده؟ مهم جدا. بعد كده احنا شفنا التشارج وشفنا الالكتريك فيلد، ممكن بقى نبص على الالكتروستاتيك بوتنشال. الالكتروستاتيك بوتنشال هو البلت ان بوتنشال. لو تفتكروا البلت ان بوتنشال هو عباره عن فرق الجهد ما بين الجهد عند نهايه الدبليشن مقارنه بالجهد في بدايه الدبليشن. طب الجهد في بدايه الدبليشن كان بصفر، عند اكس تساوي اكس بي قيمه البي بصفر اهي. بعد كده الجهد بيبدا يزيد اللي هو مجموع الالكتريك فيلد بقى من هنا لهنا، بجمع الالكتريك فيلد من بدايه الدبليشن لير لنهايتها، اجيب الايه؟ اجيب البلت ان بوتنشال الاقي قيمته كام هنا عند نهايه الدبليشن اللي هي حوالي 0.64 الكترون فولت، تقريبا 6 من 10 الكترون فولت. وده اللي الكلام اللي احنا قلناه، 6 من 10 الكترون فولت لما اضربها في قيمه الشحنه تديني انرجي 6 من 10 الكترون فولت انرجي. في يونت اسمها فولت وفي يونت اسمها الكترون فولت. يونت الفولت خاصه بالجهد، الكترون فولت خاصه بالانرجي. يبقى انت عندك هنا الكتروستاتيك بوتنشال قيمته 0.64 او 6 من 10 فولت، وده طبعا خاص بالسيليكون. انت ممكن تروح تغير نوع الماتيريال في الاناليسيس بتاعي، ممكن اغير نوع الماتيريال متوقع ان نوع الماتيريال الجرمانيوم يديني قيمه مش قريبه من 6 من 10. طبعا السيليكون حوالين 6 من 10 او 7 من 10، لكن الجرمانيوم بيبقى حوالين 3 من 10 او 2 من 10. تعالوا كده نجرب الجرمانيوم واروح اقول له سيميوليشن، وطبعا هيبدا يعمل الران بتاعه بالمنظر ده كده ويحسب الحاجات اللي احنا قلناها. فاحنا عايزين نشوف الالكترو البلت ان بوتنشال هيبقى قيمته كام، اللي هي قيمه الفي انود ناقص الفي كاثود، فرق الجهد بين الاثنين قيمته كام. فطبعا لما نبص على شوف البارير بوتنشال او اللي هو البندنج اللي حصل قيمته مش كبيره، قيمته مش كبيره يعني قيمته من هنا بتروح من 2 من 10 الكترون فولت لغايه ما تروح لغايه 4 من 10 تقريبا، حاصل الطرح حوالي 2 من 10 الكترون فولت، يعني جهد في حدود 2 من 10. تعالوا نتاكد من البارير او الالكتروستاتيك بوتنشال اهوت، نتاكد من هنا ادى الجهد بتاعي بيروح من الصفر لغايه اقصى حاجه اللي هو كام؟ اللي هو حوالي 24%. يبقى البلت ان بوتنشال في الجرمانيوم حوالين ال 2 من 10 او حوالين 3 من 10 مقارنه بالسيليكون اللي هو قريب من 6 من 10 ل 7 من 10. يبقى اللاب ده ظريف جدا، بيديك امكانيه تغيير الكارير كونسنتريشن، يديك يديك فيجواليزيشن للتشارج ديستريبيوشن للالكتريك فيلد للبانداجرام للفولتج وهكذا، الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها. هنكمل عليه بروسيسنج قدام، بس انت ممكن تعمل ريبورت بسيط هنا انك انت تشوف تاثير الكارير كونسنتريشنز في الجاليوم ارسنايد على البلت ان بوتنشال. يعني بمعنى اخر هروح اقول في الحاله الاولانيه
التركيز هنا زي التركيز هنا، تمام كده. البلت ان بوتنشال بكام؟ وليكن هبدا ب 10 باور 15 او 1 في 10 باور 15، ابدا ازود التركيز اخليه 16، اخليه 17، اخليه 18، ايه اللي يحصل للبلت ان بوتنشال في الجاليوم ارسنايد؟ واعيد نفس الكلام بالنسبه للسيليكون، واعيد نفس الكلام للانديوم فوسفايد. دي الاربعه ماتيريال موجودين عندي. ده اناليسيس بسيط جدا، هثبت الكونسنتريشن هنا وهنا للكاريرز، وهبدا ازوده جرادولي وسموثلي، وابدا اشوف تاثير الكارير كونسنتريشن على البيلت ان بوتنشال اللي هو الفي بي، ايه علاقته بالكارير كونسنتريشن. ده ريبورت بسيط محتاجاه ان كنتوا تعملوه، واتمنى تكون السيشن كويسه ومفهومه ومكمله اللي هي السيشن الخاصه او المحاضره الخاصه بالبي ان جنكشن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.